مرحبا بي، صباح الخير عليكم. كي صبحتوا بخير هانيه الامور. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وفلوق جديد على القناه. كنتمنى هذا الفلوق يلقاكم بصحه جيده وتكون اموركم على خير وتكونوا ليا 5 5 يا رب. كيف ما كتشوفوا راني مفركسه ومقاده الحاله، لقيتوني غادي نخرج، عندي شي شغيه ان شاء الله مع شي ناس. ان شاء الله الا سخر الله في هذه الخدمه غادي نشاركها معكم بطبيعه الحال، راه ما كنخبي عليكم والو، غنشاركها معكم فيديوهات من القدام. ودابا غادي تدوزوا معايا هذا الصباح وتشوفوني اشنو غادي نقضي فيه. المهم البنات راه مع الزربه الهضره ولات كتمشي ليا، غتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله شنو غادي نقضي فيه. المهم هانتوما معنا، ما تمشيو فين، خليكم معنا حتى النهايه الفلوق. بوسه ليكم كبيره، كنبغيكم بزاف. تفوش شويه ويبدلوا الروتين والجو ديال الدار. سمحوا لي راه كاينين اللي كاينه واحد الحفيره. ايوا فين كنا الغزالات ديالي؟ قلت لكم عيط لي السيد غادي نمشي ناخذ شي حاجه ديالي اللي وجدتها ليا، يعني كتعلق بيا، وما بغيتش نحرق لكم المراحل حتى تشوفوها معنا في هذا الفلوق. وهذا الفلوق ما غاديش يجي طويل، يعني غادي نشارك معكم الصباح ديالي فين مشيت وشنو غادي ندير فيه. مشى لي الصوت وانتم معنا. نتمنى عليكم بالله لا ما واش نتوما في حالي ملي كتبغيو تخرجوا غير في هذا الجو، واش نتوما كدخ لكم الحلوفه ما كتعرفوا ما تلبسوا. عتي الصباح واش فقت وحليت عيني طليت من الشرجم لقيت الموت البرد، يعني البرد راه ديال لي بوط والتغلاف. دابا مطينه ديال الشمس، انا بعدا كندوخ البنات والله ما كنعرف ما نلبس، كنحل هذاك البلاكار كنبقى ندور في عينيا. قولوا لي واش نتوما في حالي ولا غير انا بوحدي. عرفتي لقيت المحل مطرطق، مصلح لي نصور لكم والو. انا غادي ندخل الطوموبيل ونوريكم اشنو جبت. مع اليوم السبت راكم عارفين كتكون الدنيا عامره، بنادم كياخذ لي كوموند ديالو. انا غادي نقطع باش نجبد لكم داكشي. ها انتم البنات، انتم النضيدرات ديال زينب شانيل، زينب شانيل ونضادر. ها لا سوربريز، انا البنات خديت النضيدرات ديالي وجدهم ليا السيد، صوب ليا الدجاج وكل شيء. الله يعطي الصحه من هذا الفيديو كنشكرو بزاف، صوب ليا داكشي كيف ما هو العبار ما نقول لكمش، والكادغ داكشي اللي كنت انا عاشقه وكنت كنقلب عليه انايا. الاختيار ديالي صعيب 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 بزاف باش كنلقى شي حاجه اللي غادي تعجبني وغادي تواتي ليا الوجه ديالي، كنلقى صعوبه فيها. المهم بغيت نشارك معكم هاد النضيدرات هادو هما اللي علاش انا خرجت هاد الصباح وجدهم ليا السيد. قولوا ليا الاراء ديالكم كيف جاوكم، ما تكذبوش عليا، قولوا ليا داكشي اللي كاين. انا راه اي حاجه كنقدر زعما كنتقبلها. وهي كيجاتكم النضيدرات، كيجيتكم انا بنضادر، واش تبدلت شي حاجه، واش بنضادر ولا بلا نضادر، لا كولور واش زوينه، الكادغ واش عجبكم. ولكن فريمون داكشي خطير خطير، هادي راه لا طوندونس لا كولور لي دارجه دابا. هانتوما راه هو ماشي ان مارون فونسي، المهم كيتلون، المهم هاد كيتلون، معرفت منين جبتها. هانتوما والله الا راني فرحانه، عرفتي بحال دوك الوليدات الصغار اللي كيشريو حويجات العيد وكتحطيهم في الصالون وكتفيقي الصباح بكري ولا تنعسيهم حداك وتفيقي وتلبسيهم. داكشي اللي واقع ليا انا اون فيت، راه كندير النضادر ديال الشوف غير ما عنديش معاهم، ما عنديش معاهم نهائيا. كنحاول الماكسيموم ما نبانش فيهم في اليوتيوب، ولكن ديرنييرمون تهرسوا ليا نضادري وبقيت واحد المده بلا بيهم. ونصيحه مني ليكم البنات والشباب اللي كيدير اليوتيوب ولا اللي كيقرا البي سي تليفون، سورتو حنايا هنا الدومين ديالنا ديال التصوير بزاف والتليفون، عيني راه تهلكو. دونك دابا قال لي مشيت دوزت
قال لي الطبيب يعني راكي الحمد لله كتشوفي مزيان لوفطالمو، ولكن مع المده ومع التليفون داكشي راه غادي ينقص لك النظر. تقدري الا ما كنتيش مولفه لي لونات ديري لي لونتي زعما تريحي بهم عينيك، ولكن لي لونتي ما عنديش معاهم وغير كنديرهم عينيا كيوليو قد هكا، واخا ما عرفت كيفاش يكونوا هاد لي لونتي كيوليو العينين منفوخين وحمرين، وكنبقى باغي غير نبقى نحك. دونك كان ايفيتي الماكسيموم، غنبقى نحاول مره مره نديرهم ونعاود نحيدهم نريح شويه. وهذا الشيء اللي كاين، قولوا لي واش بنضادر ولا بلا نضادر، كي جيتكم واش تبدلت عليكم، وقولوا لي الخوت قولوا لي، خليوا لي تعليقات وفرحوني. ايوا هذا الشيء اللي كاين معنا. لاله غزلان ها هي، راه بعدا قبل ما نوريكم غزلان هي غتقول لكم السلام. غزلان تلاقيت بها لانه عيطت عليها قلت لها راه فوالا راه غادي نمشي عند لوبتيسيان، كان ديجا قالت لي ملي تكوني غاديه، حتى هي بغات لي لونات ديال الشوف، حتى هي مع الخدمه ديالها عينيها تهلكو. قلت لها ديال لوكازيون انا غاديه باش نريكوبيري داكشي ديالي، يلاه معايا حتى انت وشوفي اللي عجبك وخذي الكادغ وخليه يصاوبو لك. المهم هيا غادي ندوزها لكم تسلم عليكم. غزلان السلام عليكم، كلشي لاباس؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى من الله ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم تلاقيت بالحبيبه ديالي زينب، على وديت نضادر جوستومون حيت هي قالت لي راني كاين واحد لوبسيسيان قديت عنده لينات ديالي. قلت لها فوالا الله يعطيك السر نمشيو، بما ان الانسان كنحتاجهم بزاف على وديت لو بي سي والتليفون خلاص راه النهار كامل. هاتي التليفون راه كيهلك اختي العين. حتى البي سي حتى هو وانا جوستومون كنت كندير بروتكسيون، ولكن واحد المده قطعت لقيت نضر نقص، ايوا قررت باش نرجعهم وفوالا اليوم سيتي لوكازيون باش نتلاقى بزينب وحطيت لي ليونات وجيسبيغ ان شاء الله حتى هما يكونوا زوينين بحال ديال زينب. ديال زينب راه فنين، انا خديت لا ميم كولور بيضا جربهم غزلان جاو واعرين. دابا انا ملي كنشوفهم شي حد كيعجبوني، هانتوما قولوا لي فريمون زوينين جاوك حليل وين غزلان هاد لا كولور، يعني الواحد غير بوغ شونجي ان بو على الكحل، ديما حنا الكحل الكحل سي فري، وكتبدل في الشمس داير كتبدل في الشمس. حتى انا خديت لا ميم كولور وسبحان الله حتى هي صخرتي اللي مشات لقات غلي هي ما عندهاش يعني الاختيار صعيب، دغيا حطات يديها لقات الكادر اللي عجبها. ايوا حتى هي بالصحه والراحه في صحتها ادوري. وي لا عجبوني هادو بزاف بزاف والله العظيم. الله يعطيك حبيبي الصحه والراحه، وما تنساوش زينب بالدعم بالدعم بالدعم، وديما دير لايك افوني شجعوا لي شجعوا لي زنوبه. يلا جو سويت بون شونس بوغ تو الموند، باي باي. البنات راه 4:30 من الموت الجوع والله الا مازالين بلا غدا. غزلان من الصباح وهي كتقول لي زين باغي نتغدى زين وغا صبري لا لا غير صبري حنا غنساليو شي غنمشيو نتغداو. دابا واقيلا غادي نديرو غدا وكوتي وكل شيء، المهم ماشي مشكل غادي نمشيو نتغداو. الفيديو ديالنا مازال ما سالاش، حنا جينا لباب الاطلس ريستورون راه كاين هنا فين دياب يعني في لاكورنيش. هانتوما عرفتي الجو خطير 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 جدا، غادي نتغداو تيديروا داكشي زويوان عندهم الشوا وانتم معايا. الغدا ديال غزلان جاي شكرا اخويا على خدمتك هالغديوة ديالنا. وهالغدا ديالنا اللي قلنا السيد هانتوما، انا خديت ساندويتش ديال الكفته. عرفتي الماكله عندهم خطيره، الا قلت لكم خطيره تيقوني وتيقوني داكشي واعر. أجيو المتتبعات والمتتبعين العزاز ديالنا تغداو معنا، والناس اللي كتوحم تسمح لينا بزاف. غزال شنو خديتها وصافي؟ غزال خدامة على راسها، غزال خدات خدات ساندويتش ديال الكبدة رفعي صوتك باش يسمعوا الكبدة. يا سلام كتخرج عينيها قلت لك رفعي صوتك، قلت لها رفعي صوتك خديت الكبدة بنينة. ولكن عرفتي غزال اش كديري محروض؟ حتى ما كنقدرش نتفرق عليه صراحة، ما كنصحكمش بها ديجا المعدة عندي في ان بو وهكاك والحار ما نقدروش نستناو عليه. بالصحة وراحة وحقكم في الجنة. غادي نساليو الغدا ديالنا ونكملو معاكم لا فيديو. هاي 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 على لالا غزلان عاوتاني والكبة ديالها تاعي، هادي كبة صرغينية ولا كبه ديال رحامنا مخلطه بصراحه مخلطه. ارحمانيه ارحمانيه شرفين تي اتي غزال. حنا سالينا دابا الغدا الحمد لله والشكر لله، حتى شبعت نفخت تمام الحمد لله. غنشرب هاد الكويس ديال اتاي بصحتكم.
صحتكم وراحتكم. الله يعطيك الصحة حبيبة. الناس كيتغداو وكيبقاو بحال اللي نعينيهم ونصح صحيب. حنا كنتغداو انا وهاد المصيبة كيجيني النعاس والله ما عرفت شنو كيوقع. انا غنكملو هاد الكويسات حتى الى علاو عسى صحتها. ياك اختي والله العظيم ترخينا. والله العظيم ترخينا. شنيني فيك الحبيبة وانا لساني تقال عليا نوكات لينا بزاف تبطلاش يعني زوين كلشي عرفتي غنقنا والله الا لا غنقنا في الغدا صافي دابا جمعوا علينا نجيبوا لي لا لا غوتي لا عشاء لا كلاص لا كلاص لا يديك لا يخليك غنكملوا هاد الكاس ديال اتاي نصحصحوا ونحلوا عويضاتنا وانتم معنا المتتبعين والمتتبعات العزاز. الله 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 عاتي حمقني هذا المنظر وقلت ضروري نوقف نصور للبنات شويه والله الا غير دير شي عومه. هذا هو بحر عين دياب بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش مدينه كازا. وهادي لالا معزان الشمس حارة وغير قبيلة قلنا لكم رحنا غنتفرقعوا بالماكلة عتي كلينا صافيتها تقفلنا ولكن والله إلا لحلو فاتنا وصاحبتي. حنا مشينا خدينا دي كلاص نبردو شوية على راسنا استغفر الله سمحوا لي هانتوما اللي قلنا بقينا ما بقاتش الهضره ما غاتسولف ما غاتخرج وغا كنعمرو غا كنخشوف وجهنا تيا كضحك يا الحبيبه. حنا خدينا هاد لي كلاص تبردو بهم عقلنا عليهم بلا ما تبقاو تكتبوا دوك الميساج ديالكم اللي ما عندها لا ساس لا راس. هيا صورت لينا ماكله راه العالم كيصور الماكله العالم كيصور الدار العالم كيصور اي حاجه. نتوما كتقولوا لي شاركي معنا اي حاجه درتيها زينب كنعجبت تعجبينا بالعفويه ديالك مشيتي لشي بلاصه وريها لينا داكشي تاع انا اللي كندير انا طلبات ديالكم كنلبيها لكم كنحاول اي حاجه درتها وما كنخبع عليكم والو يعني حياتي مخلياها يعني اوبن في اليوتيوب كنوريكم كل شيء وداكشي على طبيعته وما كنحاول انا حتى في المونتاج انا ما كننقص والو اللي كنصورها كنحطها باش كيسهل عليا وكيوصلكم حتى نتوما القلب. حبابي ما سخيتش بكم هنا غنكون وصلنا لنهايه الفلوق كنتمنى فلوق اليوم ينال اعجابكم ويكون خفيف على قلبكم. ما تنساوش الى عجبكم فلوق اليوم لي لايك صبيه اللي مازال ما اشتركش في القناه يدخل يتابون ويضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد والعائله ديالنا تزيد تكبر وتكبر. شكرا على المتابعه ديالكم والى اللقاء مع فلوق جديد وبسلام عليكم وغيزه غتقول لكم سلامه. السلام عليكم الى اللقاء في امان الله مع السلامه باي باي.